لا تمضي أشهر قليلة على انتهاء وجبات قتال، وتوقع هذه الجماعات على بيانات هدنة وتهدئة حتى تنقلب على وعودها وعهودها، وتبدأ جولة جديدة من الصراعات الدموية والمريرة. معدو بيانات الجماعات المسلحة في العاصمة التي تتناحر منذ سنوات عدة عبر تصفية حساباتهم السياسية والمقيتة بالجراد والهاون والمدافع والرصاص، لا أحد يعرف على وجه الدقة من نحو 2 مليون مواطن يسكنون طرابلس كيف لهذه الجماعات التي تقذف بنيران أسلحتها عشوائياً فوق رؤوس الآمنين والنساء والأطفال وعلى مقربة من مرضى في مشاف أن تحاول إطفاء تدينها على بياناتها عبر البدء بآيات قرآنية والثناء على الله والصلاة على الرسول، فيما الله بريء كل البراءة من هذه المجموعات التي لم تعد تتقن سوى لغة الدم والعنف والحرق والهدم. آمر ميليشيا سابق يشغل منصب وزير داخلية بحكومة الوفاق الغير دستورية يصدر قراراً بتكليف ميليشيا لحماية مطار المدينة، الأمر الذي لم يلقى ترحيباً من قبل ميليشيات طرابلس لتشرع في شن هجوم مسلح بمناطق عدة جنوب العاصمة تسبب بمقتل 5 أفراد وإصابة ما يزيد عن 25 آخرين، حيث نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيطرة تحالف ميليشيات طرابلس على منطقة السباعة وقصر بنغشير، فيما أكد شهود عيان استمرار الاشتباكات بمناطق سوق السبت والمرازيق وسوق الخميس. دائرة الصراع هذه والتي رعتها بعثة الأمم المتحدة عبر فرض سياسة الأمر الواقع والعمل على شرعنة الميليشيات وأمراء الحرب واستبعاد آخرين بحجة الترتيبات الأمنية، زادت الأمر تعقيداً وتسببت في اندلاع الاشتباكات مجدداً بسبب قرار ميليشيوي سابق يستمد شرعيته من الأمم المتحدة.